هاي العدسة اللي خبرتكم عنها وحكيت لكم راح نكسرها، اليوم راح نعمل شوية تيست قبل ما نكسرها ونضربها ضربة حامية، راح نجيب المفكات ونبلش ندقدق فيها من فوق وتحت، ونشوف هل راح ينكسر الغطاء الزجاجي اللي فوق. خلينا نبلش المرحلة الأولى، طبعًا الصندوق الموجود قدامي هذا صندوق كان استخدمه في الحرب، سيدي أعطانا إياه، خلينا نبلش ونطول العد اللي فيه ونشوف راح نكسر الدنيا ولا لا. واحد، اثنين، ثلاثة. كسر الوجه الأمامي، خلينا نكسر هسا الظهر، تعالوا معي خلينا نشوف. هيك وصلنا لاخر مرحلة اللي هي مرحلة الارتطام المباشر، رح نرمي العدسة ورح نشوف رح تتكسر كلها ولا لا. طالما وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسى تعمل لايك ومتابعة وتدعمنا بالتعليقات عشان نعمل تجارب جديدة. جاهزين؟ واحد، اثنين، ثلاث. للأسف بعد عملية السقوط المباشر ما انكسرت نهائيا، انجرح اصبعي وما انكسرت، فقلت خلص انتقاما لاصبعي رح ارميها وتنكسر وشو ما يصير فيها، وهيك بكون وصلنا لنهاية الفيديو وبديش اكمل الفيديو. واحد، اثنين، ثلاث. برضه ما انكسرت.